استقبل فخامة الرئيس رودريغو دوتيرتي رئيس جمهورية الفلبين سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى الرئيس الفخر للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة، وذلك في إطار زيارة سموه لجمهورية الفلبين الصديقة تلبية لدعوة فخامة الرئيس. وفي بداية اللقاء نقل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، وتمنيات جلالته لفخامته بدوام الصحة والسعادة والتقدم والازدهار لجمهورية الفلبين وشعبها الصديق. وقال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة: سعداء أن نكون في جمهورية الفلبين الصديقة، هذا البلد الرائع والمميز والذي تربطه علاقة وطيدة مع مملكة البحرين في مختلف المجالات، ونحن هنا اليوم لنؤكد على عمق هذه العلاقة والسعي لنموها على الشكل الذي يخدم البلدين والشعبين الصديقين، لا سيما على الصعيد الرياضي، فقد أصبحت الرياضة جزءا مؤثرا في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدان، وهي فرصة لنا لفتح أفاق من التعاون المثمر بين البحرين والفلبين في هذا المجال الخصب والذي يدفع بالعلاقة نحو مزيد من النمو والتقدم. وأضاف سموه: نود في هذا المقام أن نشكر فخامتكم على حفاوة الاستقبال وعلى احتضان بلدكم النسخة 22 من بطولة بريف لفنون القتال المختلطة للمحترفين، فالفلبين تمتاز بأنها وجهة مثالية لاستضافة الفعاليات الرياضية المختلفة لا سيما على صعيد رياضة فنون القتال المختلطة نظرا للانتشار الواسع لهذه الرياضة بين الشباب الفلبيني وظهور مواهب ولاعبين استطاعوا شق طريقهم بنجاح في مختلف البطولات وبالأخص في بطولة بريف، ومنهم اللاعب ستيفن لومان الذي نجح في تحقيق لقب النسخة 9 من البطولة، مؤكدا سموه أن احتضان الفلبين للبطولات والمحافل الرياضية يعكس الجهود الواضحة لفخامة الرئيس لدعم القطاع الرياضي والرياضيين، متمنيا سموه في الوقت ذاته دوام التوفيق والنجاح لجمهورية الفلبين. وقد حمل فخامة الرئيس الفلبيني سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة تحياته إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، وتمنيات فخامته للبحرين مزيدا من الرفعة والازدهار. وقال الرئيس دوتيرتي: نعتز كثيرا بالصداقة الوطيدة التي تجمع الفلبين بمملكة البحرين والتي شهدت تطورا واضحا على مر التاريخ، فزيارة سموكم لجمهورية الفلبين تحمل مضامين جديدة لفتح أفاق متنوعة من التعاون الثنائي بين مملكة البحرين وجمهورية الفلبين، بما يخدم تطور وارتقاء العلاقة بين البلدين وبما يعود بالفائدة الكبيرة على الشعبين الصديقين. وأضاف فخامته أن احتضان الفلبين للنسخة 22 من بطولة بريف يشكل واحدا من أشكال التعاون في دعم هذه البطولة البحرينية المنشأ والتي شقت طريقها بنجاح نحو العالمية، مؤكدا فخامته دعمه الكامل لهذه البطولة بما يسهم في تحقيقها للنجاح على أرض الفلبين.